احنا جونتر رنه وحكينا على الرنجلوزه. الرنجلوزه جونتر رنه شو يقول هذا الرنجلوزه يقولون عليه مو اني، شوفوا التواضع، يقول مو اني قايل، الناس يقولون افضل طير ان جانزفيلد بس ته سوخ توبه ان جانزفيلد ابا نش داين ان فورت فون اندر لوته نش داين يقول مو اني القايل، يقول اني يجوز اكو افضل منه، يقول بس المربين لهذا يقولون افضل طير بالعالم ذاك هو الرنجلوزه. الرنجلوزه seine Familie Kinder sehr gut gespielt, Ringlose. Ja, und alle 261 Enkel Ringlose. 261 Onkel Ringlose, nicht direkt. Nicht direkt. Mutter von 261. Ja. Direkt von Ringlose. Schuf, 261 Hafid Ringlose. Ja. 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 801 على ال 1000. Und viele beste Tauber in Deutschland. Ja. Linien Ringlose. Ja. Ganz viele. Ich selber habe mehrere gehabt. Erste Astaube, zweite Astaube, aber dann andere, wo ich abgegeben habe. Bäumer Sandbote, erste Astaube, Toni von Rabenstein, erste Astaube. Aber dann kommen noch viele hinterher. Dritte, vierte, achte Astaube. يقول يعني أني أفضل طيران على ألمانيا هو من عنده. يقول هاي عندي. وعد جناية عددهم يقولوا بعد رابع وخامس وسادس، يقول كلش هواي، يقول فهذا يعتبرون رنجلوزة يعني طير نادر الوجود. هذه مشجرة الرنجلوز، شوف هي الأود ميركس، ينزل الكوبمان لغاية ما يجي الرنجلوز. هذا وين الأود ميركس؟ شوفه اي، وهني شوف سنة 28 يرجعون أجداده للجانس. يرجع الاستروف الكوبمان. Ja, das ist die Abstammung hier. هاي هنا اودي ماكس الاود ميركس، وهذا شنو هذا؟ هذا الدلبر، هذا هي سنة 28، هاي سنة 28 اخوان. هذا الحمام شوفوا ومحافظين عليه، جاي هنا الرنجلوزه. الرنجلوزه مسوي فلك، يعني منتج حمام ماكو منه الرنجلوزه. شكرا، مع السلامة. هذا فيديو يفيدكم اخوان، وهذا البطل جونتر وينر.